لا اله الا الله، الله يوفقه. هذا اجرام بشار الاسد، بشار الجحش، هذا اجرامه. هذا اللي هذا مستهدف اطفالنا، مستهدف نسائنا. الله لا يوفقه، الله يكسر بخاطره، الله يظلم له اولاده. هذا نظامنا هيك فاسد. هذا عميل ايران، عميل ايران حصرا للاطفال. عم يقتلنا الاطفال، عم يقتلنا الاولاد، عم يقتلنا النسوان. هذا عميل ايران وما بنستسلم. باذن الله ما بنستسلم.